لماذا انفصلت عن فاروق الفيشاوي بعد زواج استمر سنوات؟ نصيب نصيب يعني كان لازم ننفصل عشان ده النصيب. انفصلت زي ما انفصلت من اي زوج اخر. انت معاه كم سنه؟ خمسه. خمس سنين. سهير، بينحكى بالكواليس وانت قلت عرفت ازاي انه انت عانيت من ادمان فاروق لفتره طويله، يعني عانيت معاه في هذه المرحله وصرفت الكثير من الاموال. احنا انفصلنا عشان احنا يعني قعدنا خمس سنين كويسين وكل حاجه، وكنا بنشتغل سوا وكله، وهو راجل فنان كبير وعلى خلق وراجل. فاروق الفيشاوي ده راجل فعلا، واللي حصل ان احنا ما قدرناش نكمل فانفصلنا عادي خالص. ايه اللي خلاكي تنفصلي عن فاروق؟ لا نصيب، ما انا بقول لك نصيب. في وقت بتيجي انت زي ما قلت لك بتلاقي ان الحياه صعب تستمر، فصعب ان احنا كنا نستمر. انا اللي فهمته انه معظم زيجاتك ما كملت لانه الغيره كان سبب وعامل رئيسي، كنت تعاني من الغيره كمان مع فاروق.